يلا 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 رضنا يلا تعالي حطي هذا هني ايه جيب الباقي يلا تبيني اساعدك لا شكرا اوكي هذا شيء زين شكله السلام عليكم بدريه يبه وعليكم السلام عمي هلا والله مبروكين يا يبه مبروكين ان شاء الله الله يبارك فيك بس نوال وينها داخل بالصاله اناديها لك لا 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 تنادينها بس بلغيها قولي لها ان اذا بغينا ني انا وحميدان وجزاع راح ادق عليها تليفونها عشان لا شغلكم اي ان شاء الله ان شاء الله عمي يلا يبه مبروكين الله يبارك فيك تسلم الله يحفظك شكرا شكرا دان تعال تعال هلا ابو حميد كيف الحال يا حبيبي تمام ان شاء الله الله يخليك هلا المكان يخوف يا ابن حمتك انا جايبك عند ابو حميد صاحبي مساك الله بالخير حبيبي هلا حبيبي شلونكم اخباركم شبابكم ولاكم طيبين طيبين الحمد لله حميدان ابو حميد اليوم عرسه وابيك افضح بس تكرم عينك احلى عريس راح تطلع اي والله تعال يلا يلا حبيبي يلا ابو حميد يلا تفضل حياك حياك تعال وين رايح يلا ابو حميد يلا والله ما اخليك اليوم زين لا يا ولد الحلال يوم عرسك اليوم ماشي جزاء ما تبي تجي وياي مش شايف وضعي شايف حالتي يا ولد الحلال يا يبا ترى امك ما اجدمت على هالخطوه الا بعد موافقتك ما يصير الحين يا يبا بهالليله الحين امك مرتزه بكوشتها فرحانه مستانسه مع اخواتك ناطره دخلتك انت ويا هالفقير هذا حميدان هالمسكين هذا ترى والله فقير صدقني ما تدري هالحميدان ممكن يكون لك ابو اخو كبير يعوضك عن الحنان اللي انت فقدته من المرحوم الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله بعدين ترى هو صدق شويه يعني لك عليه ترى ملحوش هو مو طبيعي هو صدق شويه مرجوج وملحوش بس ترى طيب والله العظيم طيب وحنون والله ما ظنتي لا تقول كذي شايل عليه جندك وايد عاد اليوم يا جزاع وديت حميدان هذا الصالون المرتب خل كذي ينظفونه شي ينظفونه يفركونه ها مسكره شنو؟ اقصد يعني صنفار صنفاره اعرف هذه مسكره لا شيء ثاني شيء ثاني اقول انا ترى انت حرام عليك اللي سويت ليش زعلتني منك ليه تقط فلوسك في الشارع ما يثمر فيه والله خله يصير انيق كذي خله يكشخ هذا بحياته ما كشخ ولا صار انيق يعني انت شايف كذي افا عليك تدري شلون شو خلنا نروح اجل تصدق شورتك وهدايته يلا خلنا نلحق عليه نشوف شنو وصلوا وياه بأي مرحلة متعذبين الله يعينهم يلا يبا يلا يلا لا يلا يبا يلا